في إطار توجيهات الفريق أول مع علي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بالوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية وجودة خدمة الإسعاف الوطني ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في مجال الإسعاف والسلامة، استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وفدا فرنسيا رفيع المستوى في مجال الإسعاف برئاسة الدكتور نيكولا باريوت مسؤول قسم الإسعاف بالمؤسسة العامة لمستشفيات باريس، وذلك بحضور المكلف لتيسير إدارة العمليات بمركز الإسعاف الوطني والمستشار الطبي للمركز. وفي بداية اللقاء رحب رئيس الأمن العام بالوفد الفرنسي مؤكدا أن مشروع الإسعاف الوطني والذي أعلن معالي وزير الداخلية بدء تنفيذه اعتبارا من 15 من يونيو الجاري يعد مشروعا حضاريا رائدا يعكس ما حققته مملكة البحرين في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن انطلاق المشروع بعد الوقوف على أعلى مستويات الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الارتقاء بجودة خدمة الإسعاف. وأشاد رئيس الأمن العام بدعم معالي وزير الداخلية لمشروع الإسعاف الوطني وتوفير كافة التجهيزات والمعدات وبرامج التأهيل للكوادر العاملة بما يحقق الجودة المطلوبة خلال مراحل تقديم الخدمة، مضيفا أن هناك خططا مستقبلية عديدة لتطوير الخدمات المقدمة كما ونوعا. وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لدور المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة على دعمه ومتابعته، وكذلك مستشفى الملك حمد وما يقدمه من دعم مستمر وتعاون وتدريب للمسعفين. وقد تم خلال اللقاء بحث الخطوات والإجراءات المعمول بها في المشروع واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق الجاهزية التامة والانضباط العام بما يسهم في سرعة الاستجابة للبلاغات ونقل الحالات للعلاج وفق أعلى معايير السلامة. وكان الوفد الفرنسي قد قام خلال زيارات ميدانية بتفقد سيارات الإسعاف التابعة للمشروع من خلال تجهيزاتها الحديثة والمتطورة في مجال طب الطوارئ، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتجهيزات مراكز الإسعاف وتأهيل الطواقم الطبية العاملة، وكذلك عملية التنسيق بينها وبين مركز عمليات إدارة الإسعاف الوطني وأقسام الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد. وأشاد الوفد الفرنسي بتوجيهات ودعم معالي وزير الداخلية لمشروع الإسعاف الوطني ومتابعة معاليه الدائمة لكافة مراحل الإعداد حتى انطلاق المشروع، مثمنا كذلك ما لمسه من جاهزية واستعداد والتزام كامل لدى جميع فرق الإسعاف الوطني والمستوى الذي أظهره الإسعاف الوطني من حيث الكادر والتجهيزات والمركبات وسرعة الاستجابة مما يزيد من معدلات الجودة في إطار مواكبة التقدم العالمي في هذا المجال. وقال رئيس الوفد: قمنا بزيارة مركز الإسعاف وأجرينا مناقشات مع الفرق، معربا عن ثقته في كفاءة المركز الوطني للإسعاف، منوها إلى أن المساعدة الفنية ستكون لتقييم خدمة الطوارئ الطبية وفي الإدارة، وأن الهدف الرئيسي هو ضمان جودة سلامة المريض.